بس حد متوقع بتتكلم على خالص. الاهلي احنا طبعا طبعا. انت كابتن، شفت في النادي الاهلي يا كابتن كل حاجه، احزان، افراح، خدت بطولات، خدت يعني انكسارات، فعشت معاه كل الاحاسيس اللي ممكن تعيشها في حياتك لما انت في مجزره بورسعيد تبقى قاعد كده والناس من الجمهور يموت دايما قدامك. طبعا يعني انت كابتن، الحاجه دي لو انت ما ارتبطتش بالنادي ده وبالناس اللي الناس بتموت عشان خاطر النادي، وانت مثلا ما تكونش مرتبط بالنادي، يبقى انت فيك حاجه مش مش طبيعي. طبيعيه. طبعا طبعا، يعني الناس بتضحي بحياتي. بحياتها عشان خاطر نادي، وانت مثلا هنا عشان موقف حصل معاك او حاجه وفي وقت ما ان انت تقلب على النادي، فده انا شايف ان ده مش من الاصول يعني. شايف ان ده مش من الاصول. طبعا بتزعل لما حد بيطلع بيهاجم النادي او بينتقد النادي من ابناء النادي؟ والله كابتن، كل واحد ليه وجهة نظر، نعم. بس لما يكون وجهة نظر حق، وان هي تبقى على حق، وان هي تبقى تكون للمصلحة فعلا، مش تطلع وتنتقد مجرد الانتقاد، هو ده اللي بيتضايق يعني. لكن انت ممكن تنتقد في حاجة ليك حق فيها، او حاجة مش عاجباك، وتقول مثلا، وتقول باحترام نعم. يعني، باحترام وفي اصول، ما ينفعش تتجرع في حد، ما ينفعش تقل ادبك على حد. اكيد طبعا، ده كل واحد ليه وجهة نظره، بس لازم تتقال باحترام ومنطق، ما ينفعش تقول بتزعل اي من اللي كلام بيخرج وخلاص. عن النص. طبعا طبعا يا كابتن، نادي الاهلي نادي كبير، ونادي الزمالك نادي كبار، لازم المسؤولين في الانديه دي يعرفوا ان في ملايين وراه، فلازم كل كلمه تطلع بحساب. نعم. ملايين بيتفرجوا على الاهلي والزمالك، وصغار وكبار وبنات وستات، لازم نعم. كل لفظ يطلع لازم تبقى عامل حسابه 1000000% يعني. انت